السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة لنتعلم معا. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الفيديو جديد، فيديو يخص سلسلة كيف أقول بالفرنسية. سي كوا سا، ما هذا؟ في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نشوفوا أننا كنشوفوا مجموعة من الأجهزة أو الآلات في حياتنا اليومية، ولكن كنبغيو نسألوا عليها باللغة الفرنسية. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوف كيفاش غنسول على داك الجهه شنو كيتسمى باللغه الفرنسيه، وكيفاش غادي نجاوب اش كيعني باللغه الفرنسيه. يعني شي شخص غيسولك كيفاش ماذا يسمى هذا الشيء بالفرنسيه، انت كيفاش غادي تجاوبه، او كذلك كيفاش انت غادي تسولو على داك الجهاز وكيفاش غادي يجاوبك. تابعوا معنا الفيديو. السؤال الاول، سي كوا سا، كيسكو سي؟ الجهاز هذا شناه؟ كنطرحوا جوج ديال الاسئله، اما سي كوا سا او كيسكو سي، المعنى ديالها ما هذا. نجيب سي تان كليماتيزور، سي تان كليماتيزور. جهاز ثاني، نطرحوا السؤال سي كوا سا او كيسكو سي، ما هذا؟ نجيب سي تان تلفزيون، سي تون تلفزيون. جهاز ثالث، غادي نطرحوا السؤال سي كوا سا او كيسكو سي، ملي غتشوف شي جهاز او شيء كتشوفو مثلا غامض ما عرفتوش، غادي تسول هاد الاسئله باللغه الفرنسيه. اما غادي تسول السؤال الاول والسؤال الثاني، سي لا ميم سونس. سي كوا سا، كيسكو سي، ما هذا؟ سي تان فونتيلاتور، سي تان فونتيلاتور. سي كوا سا، كيسكو سي، سي كوا سا، كيسكو سي، ما هذا؟ جواب سي تون طابل، سي تون طابل، سي تون طابل. سي كوا سا، كيسكو سي؟ بونس سي تون شاز، سي تون شاز، هذا كرسي. سي كوا سا، كيسكو سي، سي كوا سا، كيسكو سي. سي تان شوفاج، سي تان شوفاج. سي كوا سا، كيسكو سي، سي تان كانابي، سي تان كانابي. سي كوا سا، Qu'est-ce que c'est? C'est un fauteuil. C'est un fauteuil. C'est quoi ça? C'est un tapis. C'est un tapis. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un rideau. C'est un rideau. اذا وصلنا نهايه هذا الفيديو. كان واحد الفيديو كما نقولوا خفيف ظريف، واحد الفيديو اللي سهل وبسيط لكن ضروري كنحتاجوه في حياتنا اليوميه. كنبغيو نسولو على شي جهاز، شي شيء اما كيكون غامض، ولكن كيفاش غنسولو باللغه الفرنسيه، كيفاش غنسولو بالطريقه الصحيحه. لذلك نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله، وشكرا لكم على حسن المتابعه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.